هنا كما تابعنا مجريات المباراة النهائية والمثيرة والتي انتهت بفوز فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بروستاق بنتيجة 2-0 ليتوج بطلا لبطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم لعام 2019. في هذه الأثناء يسرنا دعوة سيدي معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك راعي الختام لتسليم الجوائز على الفائزين والمميزين في هذه البطولة، فليتفضل مشكورا. عودة إليكم مشاهدينا متابعي قناة عمان الرياضية إلى مراسم التتويج، تتويج الأبطال الفائزين طبعا في بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم. تعرفنا طبعا على البطل فريق قيادة المهام الخاصة الذي توج عن جدارة واستحقاق، الآن طبعا سيتواجد على منصة التكريم راعي المناسبة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك لتكريم طبعا الفرق الفائزة في هذه البطولة. يتشرف الآن حكام البطولة لمصافحة معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك راعي ختام البطولة. إذن طاقم تحكيم المباراة النهائية يتقدم للسلام على راعي المناسبة حاكم المباراة جمال المقرشي حكم درجة ثالثة بالاتحاد العماني لكرة القدم، من أدار هذه المباراة بامتياز كبير ونال إشادة الحكم الدولي خالد الشخصي بعد أن قدم هو والطاقم طبعا وأقاد المباراة إلى بر الأمان. المساعد الأول محمد السناني حكم درجة ثانية بالاتحاد العماني لكرة القدم، المساعد الأول ومحمد من الحكام الحاضرين دائما ومتواجدين في البطولات المحلية للاتحاد العماني لكرة القدم. المساعد الثاني طبعا قيس الحجري درجة أيضا حكم درجة ثانية في الاتحاد العماني لكرة القدم، والحكم الرابع الآن سلطان العبري حكم درجة الثانية في الاتحاد العماني لكرة القدم. الحكم الإضافي الأول أيضا عبد العزيز الصولي حكم درجة ثالثة بالاتحاد العماني لكرة القدم. المساعد الإضافي الأول طبعا والحكم الإضافي الأول، وبعد ذلك الحكم الإضافي الثاني قيس السعدي حكم درجة ثالثة في الاتحاد العماني لكرة القدم. وطبعا جميع هؤلاء الحكام ينتمون إلى جهاز شرطة عمان السلطاني. مراقب المباراة كذلك ومقيم الحكام، وبعد ذلك الحكام أيضا المتواجدين اللي أداروا مباريات البطولة. الحكام اللي طبعا اداروا مباريات البطوله بنجاح واقتدار، البطوله شهدت تطور مستوى التحكيم في طبعا هذه النسخه وافرزت الكثير من الخبرات نتيجه التاهيل والتدريب الذي يتلقاه منتسبو طبعا حكام كره القدم بشرطه عمان السلطانيه، ولذلك نشاهد الكثير منهم طبعا في مسابقات وأجندة الاتحاد العماني لكرة القدم.
إذن صورة جماعية الآن لحكام البطولة مع راعي المناسبة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمال. أما الآن فنبدأ مع الجوائز الفردية. أفضل حكم في البطولة الرقيب أول خالد بن مبارك بن محمد المعمري من فريق الإدارة العامة للتجهيزات واللوازم. جائزة أفضل حكم في البطولة ربما خالد المعمري يتقدم الآن للحصول على أفضل حكم مساعد في البطولة العريف سعيد بن خلفان بن محمد الفارسي من فريق الإدارة العامة للمرور. أفضل حكم مساعد سعيد الفارسي من القيادة العامة للمرور. بكل تأكيد هذه الجوائز تشكل عامل طبعا مهم. وهداف البطولة الرقيب محمود بن حمد المقيمي من قيادة شرطة المهام الخاصة وذلك بواقع 5 أهداف. إذن هداف البطولة محمود المقيمي لاعب فريق المهام الخاصة ولاعب نادي مسقط ب5 أهداف. أما أفضل لاعب في هذه البطولة الرقيب أسعد بن سعيد بن مستهيل باروت من فريق الإدارة العامة للمرور. إذن أفضل لاعب في البطولة أسعد باروت من فريق القيادة العامة للمرور. نبارك لأسعد هذا اللقب الفردي بكل تأكيد. حارس الشرطي خالد بن حميد بن علي المعمري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة. إذن أفضل حارس في البطولة خالد بن حميد المعمري حارس فريق المهام الخاصة لتلقى شباكة فقط طيلة طبعا البطولة هدف وحيد خالد بن حميد المعمري حارس فريق المهام الخاصة وحارس أيضا نادي المصنعة. نتمنى له كل التوفيق. أفضل مدرب في البطولة العريف عوض بن خصيب بن فرج النوبي من فريق وحدة المهام الخاصة بقريات. عوض النوبي أفضل مدرب في البطولة مدرب فريق مهام قريات. عوض النوبي أفضل مدرب في البطولة. النقيب سين بن علي بن مبارك الحسني من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة. تستمر الجوائز الفردية. الفريق المثالي في هذه البطولة فريق قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة. الفريق المثالي فريق قيادة الشرطة محافظة شمال الباطنة. الفريق المثالي في البطولة. وروابط المشجعين فقد حصل على المركز الأول في هذه البطولة رابطة وحدة شرطة المهام الخاصة برست. إذن أفضل رابطة تشجيع رابطة مشجعي فريق المهام الخاصة بالرستاق الرابطة اللي كانت حاضرة في هذه المباراة النهائية وآزرت إلى جوار أيضا. ثانيا رابطة المهام الخاصة وحدة شرطة المهام الخاصة بخصب. المركز الثاني في الروابط التشجيعية وحدة المهام الخاصة بخصب تنال المركز الثاني. وثالثا رابطة قيادة شرطة المهام الخاصة. والمركز الثالث لرابطة المشجعين لفريق قيادة المهام الخاصة. أما الآن فيتقدم إداري فريق شرطة المهام الخاصة بالقريات وذلك لحصولهم على المركز الرابع في هذه البطولة. صاحب المركز الرابع فريق طبعا المهام الخاصة وحدة المهام الخاصة بالقريات يتقدم إداري الفريق لاستلام هذه الجائزة لصاحب المركز الرابع. ويتقدم الآن أعضاء فريق الإدارة العامة للمرور الحاصل على المركز الثالث لاستلام الميدالية البرونزية. إذن صاحب المركز الثالث في هذه البطولة فريق القيادة العامة للمرور اللي تفوق في مباراة تحديد المركز الثالث على فريق مهام قريات
واستطاع بالتالي أن ينال المركز الثالث. فريق طبعا القيادة العامة للمرور اللي مثل ما ذكرت سبق أن حقق لقب هذه البطولة في عام 2016. نبارك بالتالي للاعبي طبعا فريق القيادة العامة للمرور، كان واضح أيضا وليد المعمري وبقية أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين طبعا في فريق القيادة العامة للمرور صاحب المركز الثالث في بطولة شرطة عمان السلطانية لهذا العام، ويتقلد اللاعبين بالتالي الميداليات البرونزية. نبارك لهم هذا الإنجاز وهذا التتويج. لاعب أيضا عبس الهشامي لاعب فريق القيادة العامة للمرور وبقية اللاعبين المركز الثالث في النهاية يعوض ولو شيء طبعا من خسارة الوصول للمباراة النهائية. فريق القيادة العامة للمرور طبعا خسر في نصف النهائي من فريق مهام الرستاق 3-2 بعد أن كان متقدم في النتيجة 2-0، خسر طبعا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
إذن نبارك مرة أخرى لفريق القيادة العامة للمرور بمناسبة تتويجه بالمركز الثالث في بطولة شرقة عمان السلطانية لكرة القدم للعام 2019. أما الآن فيتقدم أعضاء فريق الآن طبعاً الصورة التذكارية أيضاً نبقى الآن مع الصور التذكارية لفريق الإدارة العامة للمرور. فريق الإدارة العامة للمرور صاحب المركز الثالث فريق الإدارة العامة للمرور الصورة التذكارية والجماعية مع راعي المناسبة معالي الفريق حسن بن محسن الشريفي المفتش العام للشرطة والجمارك. إذن هنيئاً لفريق الإدارة العامة للشرطة. ويتقدم الآن أعضاء فريق وحدة شرطة المهام الخاصة برستاق لحصوله على المركز الثاني في هذه البطولة، وسيتم تسليمهم الميداليات الفضية. إذن الآن صاحب مركز الوصافة صاحب المركز الثاني وحدة المهام الخاصة بالرستاق اللي طبعاً يعتبر وصولهم إلى هذه المباراة النهائية إنجاز كبير لفريق وحدة المهام الخاصة بالرستاق. يتقدم الآن الجهاز الفني والإداري واللاعبين طبعا لاستلام الميداليات الفضية. الحصول على مركز الوصافة أن تصل خيرا من ألا تصل طبعا. الوصول للمباراة النهائية بحد ذاته إنجاز كبير للجهاز الفني اللي طبعا تواجد فيه المدرب محمود إبراهيم البلوشي والمساعد محمود السابعي ومدير الفريق سليمان بن درويش البلوشي ومدرب الحراس التركي الزيابي وبقية طبعا أعضاء الجهاز الفني والإداري في فريق قيادة أو عفوا وحدة المهام الخاصة بالرستاق. أيضا لدينا جيفر الكندي أخصائي العلاج وبقية أعضاء الجهاز الفني والإداري والمسؤولين أيضا عن الفريق فريق وحدة مهام الرستاق لشق طريقه للمباراة النهائية في المرحلة الأولى. فاز على جنوب الشرقية 2-0 على الظاهرة 1-0 خير الفريق يوسف المعمري. ثم في الدور 32 فوز على البريمي بركلات الترجيح. دور 16 فوز على الداخلية 1-0. الدور 8 فوز على لوا 3-0 والدور 4 فوز على الإدارة العامة للمرور 3-2. وطبعا خسر اليوم المباراة النهائية لكنه كسب بكل تأكيد احترام الكثير والكثير بوصوله لهذه المباراة النهائية. لاعبي فريق طبعا مهام الرستاق استلام الميداليات الفضية لاعب عبد الله الصالح. مشوار لم يكن مفروشا بالورود لفريق وحدة مهام الرستاق. لدينا كذلك اللاعب الواضح صورة إبراهيم الحمداني. إبراهيم الحمداني وأنور البلوشي أحد العناصر المميزة أيضا أنور البلوشي في فريق طبعا وحدة مهام الرستاق وبقية اللاعبين طبعا أيضا المتواجدين في التشكيلة. أسعد القميسي لاعب الواضح في الصورة لقطة للتاريخ يا أسعد. دائما هذه اللقطات تبقى عالقة في الأذهان لحظات التتويج والتجريب. أيضا لدينا زايد خليفة دينامو خط المنتصف استلم الميدالية الفضية من راعي المناسبة معالي الفريق حسن بن محسن الشريف المفتش العام للشرطة والجمارك. ثم بعد ذلك اللاعب أحمد البلوشي مدافع يلعب أيضا في نادي السلام وحارس المرمى كذلك أحمد السعدي اللي أبلى بلاء حسنا
وطبعا استقبل اليوم هدفين في المباراة النهائية، لكن لا أعتقد بأنه يسأل عن الهدفين. أحمد قدم مردود طيب هذا المساء، وبعد ذلك طبعا تستمر عملية التكريم اللاعب اللي كان واضح الصورة، الصلاح البارحي، الحارس الاحتياطي كذلك عصام البلوشي. مبارك مرة أخرى لفريق وحدة المهام الخاصة بولاية قبرصتاق صاحب مركز الوصافة المركز الثاني. هنا طبعا أيضا سامي الذهلي أحد العناصر المتميزة في فريق وحدة مهام الرستاق، سامي الذهلي. وكذلك لدينا بعد ذلك بقية الأسماء، حكم العبري، حكم سالم العبري، وأحمد الشعيبي، عناصر فريق وحدة المهام الخاصة بولاية الرستاق. مسعود اليعقوبي أيضا. وكذلك اللاعب رقم 4 لدينا واضح عن جابر المشايخي، لاعب طبعا فريق المهام الخاصة بالرستاق ولاعب نادي قعلان كذلك. وبقية اللاعبين نبارك لهم مرة أخرى هذا التتويج وهذا المركز الثاني والميداليات الفضية. إجماليا لعب 7 مباريات فريق مهام الرستاق، فاز في 6 وخسر المباراة النهائية فقط، سجل 10 أهداف وتلقى شباكة 4 أهداف. الصورة التذكارية والجماعية لفريق وحدة المهام الخاصة بالرستاق مع راعي المناسبة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. الصور التذكارية التي ستبقى عالقة في الأذهان. أما الآن فيتقدم أعضاء فريق قيادة شرطة المهام الخاصة الحاصل على المركز الأول في هذه البطولة لاستلام الميداليات الذهبية. إذن الآن فريق قيادة المهام الخاصة، الجهاز الفني والإداري واللاعبين بعد ذلك يتقدمون لاستلام الذهب الميداليات الذهبية. لدينا طبعا مدير الفريق المعتصم الهنائي، أحد الأسماء المعروفة اللي أيضا حقق كلاعب كرة طائرة 8 بطولات مع فريق وحدة المهام الخاصة واستطاع أن يقدم نفسه بشكل جيد. وهنا المدرب أحمد سالم مشكيلي مدرب فريق قيادة المهام الخاصة، الرجل الذي خطط واجتهد فنال ما يصبو إليه، استطاع أن يعيد فريق قيادة المهام الخاصة للتتويج بلقب البطولة الثالثة في تاريخه. بعد ذلك بقية طبعا أعضاء الجهاز الفني والإداري في فريق وحدة أو عفوا في فريق القيادة العام قيادة المهام الخاصة، يعني لديهم الطاقم الإداري حسين الحوسني رئيس الفريق، صلاح الهاجري مساعد المدرب، عبد الله يحيى اخصائي العلاج. وهنا طبعا يتقدم لاعبي الفريق ايضا. لدينا اللاعب طبعا عادل العلوي فريق وحدة او عفوا قيادة المهام الخاصة. هنا كذلك بقية الاسماء، منذر الشعيبي وسالم الدرمكي، ثم سالم الدرمكي احد الاسماء ايضا اللي تألقت في هذه البطولة، وهنا هيثم المنقيبي، ثم بعد ذلك هداف البطولة، هداف البطولة طبعا محمود المقيمي لاعب فريق المهام الخاصة ولاعب نادي مسقط اللي استطاع ان يتوج ب5 اهداف طبعا هداف في هذه البطولة. ثم يوسف خلفان المعشري لاعب خط المنتصف، مهندس خط المنتصف المايسترو يوسف خلفان المعشري، وبقية الاسماء المتواجدة
ايضا اللاعب سلطان او هذا كان 17 ايضا في فريق مهام الخاصة، ثم طبعا حارس المرمى خالد المعمري وعمران الفارسي صاحب الهدف الاول في المباراة، مدافع فريق المهام الخاصة ونادي العروبة، وكذلك هنا عمر سالم الوشاحي اشترك بديلا في شوط المباراة الثاني. فريق المهام الخاصة لعب 7 مباريات في البطولة، انتصر فيها جميعا، سجل 20 هدف وتلقى شباك هدف وحيد، أرقام مميزة تؤكد لك مدى جدارة تتويجه بلقب البطولة. لاعب عمار الشحي، ثم طبعا لدينا اللاعب الآخر في تشكيلة قيادة المهام الخاصة، بعض الأسماء اللي لم تكن متواجدة في التشكيل الاحتياطي حتى هنا. نصيب الغيلاني 3 أهداف في البطولة، نصيب الغيلاني اللي كان خسر البطولة في 2016 خسر أمام إدارة العمل المرور. تحية اللاعبين محمود الصالحي، وهنا الحارس خالد المعمري، عفوا خالد المعمري هنا لاعب، قبل ذلك كان الحارس نصر الميزي. بقية الأسماء في فريق المهام الخاصة، أحمد خلف الهنائي لاعب ما شاء الله شاب متميز يمتلك الموهبة، نتمنى له مستقبلا موفق إن شاء الله وباهر في عالم كرة القدم. فريق قيادة المهام الخاصة يحتضن الدرع إذن الثالثة في تاريخه لهذه البطولة، ويتوج عن جدارة واستحقاق بطلا. نتائج كبيرة حققها فريق المهام الخاصة مثل ما ذكرت أثناء سير المباراة النهائية، أرقام مميزة. هنا طبعا قائد الفريق عبد العزيز الغيلاني لاعب السابق للمنتخب الوطني الأولمبي، وطبعا لاعب نادي سور ينتظر بالتالي نهائي كأس جلالة السلطان يوم الخميس القادم بحول الله وتوفيقه بين نادي سور ونادي فنجا. مع اللحظة الحاسمة في هذه الأثناء تسليم درع البطولة للفريق المتوج بطلا لبطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم لعام 2019 فريق قيادة شرطة المهام الخاصة. الآن لحظة استلام الدرع، اللحظة التاريخية لفريق قيادة المهام الخاصة. نبارك لفريق قيادة شرطة المهام الخاصة على تحقيقه المركز الأول في هذه البطولة وتتويجه لدرع البطولة. إذن يستلم عبد العزيز الغيلاني درع البطولة لفريق قيادة المهام الخاصة، الدرع الثالثة في تاريخهم، البطولة عن جدارة واستحقاق. الصورة التذكارية الآن مع معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، الفرحة كل الفرحة، هنيئا لفريق قيادة شرطة المهام الخاصة. هذه البطولة والأبيض من يطوله من يطوله. يتفضل رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بتقديم هدية تذكارية لسيد معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك على تشريفه لرعاية بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم لعام 2019. إذن هدية تذكارية من مدير اتحاد الشرطة عبد الله بن سالم البريكي لراعي المناسبة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. ختام ناجح. وفي الختام يسر اتحاد الشرطة الرياضي أن يتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك على تشريفه برعاية هذا الختام، وإلى كل المشاركين والمنظمين، وكل عام وأنتم بخير. إذن هكذا مشاهدينا متابعي قناة عمان الرياضية وصلنا إلى لقطة الختام بعد هذا النقل الحي والمباشر للمباراة النهائية لبطولة شرطة عمان السلطانية. في نهاية هذا النقل تقبلوا تحيات طاقم العمل
بقيادة الأستاذ محمد البكري وجميع الزملاء الذين يعملون خلف الكواليس. وتقبلوا تحياتي محدثكم محمد بن علي الريامي، إلى حين اللقاء بكم في لقاءات قادمة، إلى اللقاء.